أنا بتفق معك بشغلة واحدة، أنه نحن بطبيعة البشر ممكن نرتكب أخطاء من دون قصدنا. إيه أنا معك، ممكن ناغم ارتكبت خطأ من دون قصدها، ممكن. أنا مبسوط إنه كرم قدر يسامح، مبسوط عن جد، مبسوط لشغلة تانية كمان، إنه يعني بعلاقتنا أنا وإنتي قديش مرق فيها مشاكل وقصص ما انهزت الثقة اللي بيني وبينك، ما انهزت. ماما والله أنا حاسة فيك، بس هذا الحكي فات أوانه. زعلانة عليك من جوات قلبي كيف فرطت بوحدة مثل نايا. ماما أنا ما فرطت، بس يعني أنت بتعرفي ظروفي كانت وقتها. والله يلعن الشيطان، طلعت بوشي عيدي ما فكرتها فرصة بالنسبة لي. قلت لها زبط أمي. عم طلعت أنت فرصة بالنسبة لديما، صح؟ صح. ماما حبيبي، المصاري مهمة كتير بالحياة، بس راحة البال أهم بكتير. إحنا صحيح مالنا أغنية، بس كمان مالنا فقراء. يعني كان فيك تعيش أنت ونايا حياة مقبولة مثل ثلاث أرباع العالم. كنت كسبت حالك وكسبت نايا وكسبت جود. بس اوقات الواحد بيضطر يكسب كذبة بيضة ليحمل علاقة. لا مو صح، ما في كذبة بيضة وكذبة سودة، الكذب كذب، كذب كذب. وقد ما واحد خبى هاي الكذبة راح يجي يوم وينفضح. الو يا رياض، طمني، أمور الحفلة تمام؟ ما صار أي مشاكل؟ إيه، والزبون رضيان؟ كتير حلو، كتير حلو. طيب ليك اسمع شو بدي أقول لك. بعرف كتير منيح حازم قد إيه أنت بتكره الكذب، بس ما قادر أصارحك هلا. لازم خلي آخر جلسة علاج لسامر تمرق على خير، وبعدين رح أقول لك الحقيقة. ما بعرف شو ممكن تكون النتيجة، بس أنا رح أحكي لك كل شيء. ماشي، الله معك، مع السلامة. صحيح جبت لك علبة الدواء. أي دواء؟ الدواء اللي وصفته الدكتورة. راح عن بالي. راح عن بالك. حكت معي الدكتورة ورقت لعندها جبته. ما شاء الله عليك، صرت عم تنسي كتير أمور أنت. صحيح، كيف الأمور؟ إن شاء الله بخير. أي أمور؟ يعني بشكل عام، يعني ما في شيء محدد. يعني العيلة، أهلك إن شاء الله بخير، صحيا إن شاء الله بخير. إيه الحمد لله كلهم بخير. مين هاد قرايبه اللي كانت معه بالمشفى؟ مطول ليخلص هالكبوس؟
حاله؟ كيفك ماما؟ أهلين ماما. ماما إمتى آخر جلسة لعلاج سامر؟ بنتي لسه بكير. الدكتور عطاه شوية أدوية لمدة أسبوع وقال له ياخدهم وبعدين بقرر وبشوف. بعد أسبوع؟ إيه ليش؟ لأني ما بقى فيي كذب أكتر من هيك. هاي الكذبة جابريني أكذبها، ما عم تخليني أقدر أحط عيني بعينه لحازم. أنا رح نفذ وعدي ورح أنطر ليخلص علاجه كله سامر، بس من بعدها بدي أقول لحازم كل الحقيقة. إن شاء الله الحقيقة ما تعمل هيك مشكلة. ماما أنا تعبت من كل هالكذب. شو رح يصير إذا اكتشف الحقيقة لحاله حازم وعائلته كلها؟ بفكروني كذابة. أنا حاسة إذا قلت له الحقيقة رح يدعمني ويوقف حدي مثل ما هلأ وقف حدي. أنا رح أدعي لك. صدقيني نايا، هاي الثقة هي اللي رح تربح بالآخير. طيب ماما رح سكر هلأ، بنبقى بنحكي بعدين إن شاء الله. مع السلامة. شو نسيت شي؟ مفتاح سيارتي. بدك شي؟ سلامتك. دخيلك ساعدني أخلص من هالمصيبة ومن قصة سامر. بعض الروح إني أعيش نصف الحياة بنصف القلب وصمت بين ضلوع يبوح. ببعض الروح إني أعيش نصف الحياة بنصف القلب وصمت بين ضلوع يبوح ببعض الروح. سهلا، كيفك عمو؟ هلا حبيبي، اخبارك؟ تفضل. جاي اطمن عليكم. يا اهلين وسهلين، البيت بيتك، بتشرف باي وقت. شو لساته سامر عندكم؟ اهلين حازم،
اليوم سمرة كيفك؟ كيفك انت؟ شو الاخبار؟ كأنه وجهك اصفر. اهلين اهلين ابني. ليليا يرضى عليك يسوي لنا قهوة. ابن عيوني. عجبتك؟ هلا ظريفة حلوة بس يعني موديلها بطل شوي. ايه بعرف بس المشكلة هي هيك لها ذكرى كثير حلوة لإلي. ايه لا ما بتغلى عليك اكيد. تفضل. شكرا شكرا. عندي سكر. الو. اين عيا؟ انت وين هلا؟ انا عند اهلك. لا لا ما في شيء حبيبي، انا اجيت اطمن عليهم. بدي اياكي تعرفي انه انا حريص على اهلك مثل ما انت حريصه عليهم، لانه هن مثل اهلي تماما. طيب سلم لي عليهم. الله يسلمك، يلا بس صير برا بحكيكي. باي. مستحيل هالنايا، يعني اذا ما حكتني بتحكيني 10 مرات بالنهار. هي المره الحنونه بهالايام كثير منيحه. صحيح انت ما بتشتاق لمرتك وابنك؟ بشتاق لهم كثير. كنت بفضل يا سيد ناصم انك تجي لوحدك. ولا يهمك سياده النقيب، اذا عم تحكي مشان كرم فانا بفضل انه يشوف الحقيقه كامله بعينه. بعض أحيان الحقيقة بتكون قاسية ومو الكل قادر يتحملها. كرم على كفالتي، قبل ما نجي لهون قعدنا وتفاهمنا أنا وياه على كل شيء. شو كرم؟ ولا يهمك سيادة النقيب، خليني أشوف التسجيل بلكي برتاح شوي. جاهزين؟ طبعا. في مقطع تاني قبل تاريخ الحادثة حابين تشوفه؟ إذا بتريد. طيب اللي شو هو؟ هي حبة بتخليك ترمي كل هموم الدنيا ورا ظهرك وبتفوتي على تصوير الحلقة بمود غير شكل. أنا مستحيل آخذ هذا الشيء. ما في مستحيل، في برنامج بده يمشي حبيبتي. هذا برنامج مكلف ملايين ملايين، مو مزحة. بدك خدي إجازة. أنا كل يوم عم يجيني 10 طلبات مشان تيجي مذيعة تشتغل بدالك. نغم شو بدي لك؟ استاذ اذا بتريد بعد عني، انا جاي لهون لاشتغل، واذا هذا الشيء ما بناسبك فينك تدور على وحده ثانيه. نغم فهميني من شان الله، انا بحبك. لا لا هون وبس. انا ماشي. انت ما بدك تفهم اني مره متزوج وبحترم جوزي، روح دور على وحده ثانيه غيري. كأنه متحرش فيها أكثر من مرة. بالهارد تبع التسجيل ما لقينا غير مقطعين لنغم. هي بتشرب شيء؟ لا لا أنا ولا هي بنشرب. سألوها أكيد عندها الجواب. عفوا سيادة النقيب، النسخة اللي شفناها نقدر نحتفظ بوحدة منها؟ فيك تقدم يا سيد ناظم طلب للمحكمة، وإذا وافقوا أنا ما عندي مشكلة. شكرا. شو كرم؟ يمشي؟ يلا.
شكرا لتعاونك سيادة النقيب. أهلين سيد ناظم. شكرا سيادة النقيب. أهلين سيد كرام. الله معكم. كرم، انت اللي شفته ما لازم يضايقك ابدا، بكفي انه عندك زوجه مخلصه بهذا الشكل. انا بس في شيء شفته ما ارتحت له بنوم. اوعك اخي، لو الشك موجود 1% ما كانت القصه وصلت للقتل. طيب برايك ليش كانت نغم مانا متوازنه بنوب بالتسجيل الثاني؟ لك اخي بالتفاهم وبالرواق بتقدر تعرف منها كل شيء. الله يجيبك يا طولة البال. كرام، نحن اتفقنا ولو؟ لك أخي أنا لو مطرحك بتعرف شو بساوي؟ بعمل حالي ما شفت هالسي دي من أصله. معقول ما أحكي؟ إيه؟ لا تحكي. شو رح تستفيد غير إنك رح تزيد جروحك وجروح نغم؟ يا أخي اعمل حالك ما شفته. من هون لحتى المحكمة تشوف السي دي يخلق الله ما لا تعلمه. كرام، امشي يا أخي امشي. كيفك نايا؟ الحمد لله، تفضلي. شكرا. اهلا وسهلا. شو اخبارك؟ تمام؟ الحمد لله ماشي الحال. نايا، صحيح انت ما عندك اكبر مني بكثير، بس بحس عندك تجربه بالحياه اكثر مني وحتى اكثر من سماح. يعني شوف كيف بتعاملي بيت حماكي وكيف بتعاملي حازم، بقول عن جد نيالا. ميرسي، بس انا حاسه في بتمك حكي غير اللي جاي تحكيه. مظبوط، في حكي يمكن إذا قلت لك يا برتاح. خير، شو في شغلتي لي بالي؟ بس وعديني ما تحكي لحدا. أكيد ما بحكي لحدا. لما تحرش فيني مازن أنا ما كنت بوعي. تحرش فيكي؟ أنا تورطت وأخذت منه هاي الحبة. حبة شو؟ قال لي انه هي حبة سعادة. مخدرات يعني؟ نايا وعدتيني ما تحكي لحدا. اكيد ما رح اقول لحدا، طمني بالك. نايا ويا ريت ما تقولي لحازم عن الحبة. نغم، انا برأيي اللي انت جيت تستشيريني فيه لازم تقولي لكرم. كرم بحبك كتير واكيد رح يتفهم ويوقف حدي. يعني تصوري عم قله لكرم انه انا اخذت حبه مخدرات؟ تصوري انه يعرف من حدا تاني؟ ساعتها عن جد بيخسر ثقته فيكي، وساعتها في مشكله كبيره. نغم، كرم كثير بحبك. اذا فقد هالثقه فيكي ساعتها عن جد رح تخسريه. لازم تعترفي له لحتى يعرف انك ضحيه وانت ضحيه، ويعرف انه مازن هو واحد وسخ، وهذا الشيء بيساعدك انت بقضيتك. انا برايي لازم تقولي له. طيب نغم، خليني انا اخبر حازم. ساعتها اذا ما مشي حال كرم وزعل وضاج وجن عليك، على القليله حازم بيتصرف. لازم يرجعوا يعيشوا معي لو شو ما كلف الأمر. حازم، وعدتني ما تعصب إذا قلت لك. حبيبتي وعدتك، بس احكي احكي، نطفتي لي قلبي. مازن،
أول مرة تحرش فيها لنغم عطاها حبة. حبة شو؟ مخدرات، يعني خدرها تضحك عليها بس ما صار شي بيناتهم. كنتي شو عم تحكي؟ متأكدة من كلامك؟ ايه متأكدة. خلص وعدتني تتحكم بعقلك وما تعصب. يا حبيبتي أنا ماني معصب، المشكلة إذا دري كرم. أنا صراحة شجعت أنا تقله لكرم. شو تقله؟ شو رح تقله؟ تحرش فيني وعطاني حبة؟ يعني كرم رح يستوعب هذا الموضوع؟ ايه بيستوعب، لأن هي كانت ضحية، بعدين هو كتير بحبها. يلا يا حب، شو اللي عم تحكي عنه أنت؟ هذا النوع من المشاكل يعني بيدمر أي علاقة وبينهيها على الآخر. شو عم تحكي أنت؟ أنت عم تحكي هيك؟ ما بصدق. لا أصدقي، لأنه مشاكل نغم مو من النوع العادي، يعني قتل، تحرش، مخدرات، شو بده يتحمل كرم لحتى يتحمل؟ آه؟ بيتحمل، إذا كان حبه حقيقي بيتحمل، بيتفهمها وبسمحها كمان، لأنه كانت ضحية. ما بعرف، عن جد ما بعرف، لأنه أنا ما عندي ثقة إنه راح يكملوا مع بعض. كرمال هيك أنا عم بحكي لك، لأنه هي حكت لي كل شيء، إجت وقالت لي سرها. يعني ما فينا نتركهم هيك، لازم نوقف حدهم، ما فينا نترك بيتهم ينخرب. ايه يعني شو رح نعمل؟ لازم نلاقي حل، بس اهم شيء لازم نوقف حدهم. شو بدي وصيكي نغم؟ بكره بجلسة الاستماع بالمحكمة بدي اياكي تكوني كتير رايقة، انا بتصرف بكل شيء، يعني ما في داعي للتوتر. ناظم، انت مرتاح للي رح يصير؟ والله الحقيقه ما بعرف شو بدي اقول لك يا بابا، يعني الادله اللي بين ايدي ما بعتقد انها كافيه لحتى تقنع القاضي ببراءه نغم. لا ما على هالبهدله، يعني انا اخر شيء كنت بتخيله انه ينحكى بين الناس حدا من عيلتنا عامل هيك عمله. اصمت، نحن مو ناقصنا. ناظم، بما انه مثل ما عم بتقول انه الادله اللي بين ايديك ما انا كافيه، طيب فينا ناجل الجلسه لغير يوم؟ والله يا أخي للأسف حاولت بشتى الوسائل بس ما قدر، ما طلع بإيدي. دخيلك يا ربي، كل الناس رح تحكي بقصتنا ورح يعرفوا إنه كنتنا مجرمة. يا جماعة شو بكون؟ مو وقته هذا الحكي، شوفونا طريقة نساعد فيها نغم. يا ريت يطلع بإيدكم، يا ريت. يا ماما بدكم طولوا بالكم شوي، بالقانون ما في عواطف، نحن قدام قضية فيها اتهام بالقتل، بده يكون في أدلة. نغم، أنا عم أمشي بالقصة خطوة خطوة، ومو بس أنا اللي معك، كلياتنا معك، فأرجوكي لا تخافي وأنتوا لا تهتموا. فعلا سمعة العيلة كتير مهمة، سمعة العيلة هي اللي بتمثل وجودنا بين الناس وبالسوق والبزنس، وهي اللي بتخلينا نمشي بين الناس رافعين راسنا. نغم، لا تزعلي مني، بدي احكي كلمتين منشان تفهموا الكل انه أنانية اي واحد فينا قديش بتسبب من أذى للعيلة كلها. تبكي، ما تخافي وما تقلقي وما تفكري بكل الموضوع، أنا ما بتركك، لو على قطع راسي أنا ما بتركك، وجنبك، ومو بس أنا جنبك، كل العيلة جنبك. إيه؟ حازم، أنا كتير قلقانة، بكرة الجلسة كتير خايفة من النتيجة. ما
معك حق، مو سهلة، مو سهلة لا على نغم ولا على كرام ولا علينا، ومعروفة شو النتيجة. عم يتقطع قلبي عليهم، ماني حابة أشوف نغم بهالحالة ولا كرم. حازم لازم نساعدهم، لازم نلاقي شي طريقة، شي حل. ما في غير طريقة واحدة. شو هي؟ لك أخي ليش لهلا؟ شو ما حكيت رح ضل مقصرة. أنا آسفة عن كل شي عملته. أنا عن جد ما بستاهل حبكم. سامحوني. حبيبتي ولا يهمك، نحن كلياتنا منحبك وكلياتنا واقفين معك يا قلبي. انتي حبيبتي. يلا يلا ما بدنا نتأخر على المحكمة. وينو حازم ونايا؟ حازم ونايا مالن هون، رح يلاقونا بالمحكمة. طيب خلونا نروح، لأنه أي دقيقة تأخير رح يعتبر القاضي إهمال وتسيب وعدم احترام للمحكمة. مو ناقصنا وجع راس. يلا بأمان الله. الله معك. الله معك. الله يسلمكم يا رب. مع السلامة. الله يفرج عنهم يا رامي. أنا حازم الخالد، ونايا زوجتي. أهلا وسهلا، شو فيني ساعدكم؟ بصراحة نغم المتهمة بقتل زوجك مازن بتكون مرت أخي. شو؟ شو جايين تعملوا عندي هون؟ مدام ميرنا نحن بحاجة لمساعدتك. أنا بعتذر منكم، ماني فاضي وعندي شغل. مدام ميرنا في إنسانة واقفة هلأ بالمحكمة بريئة، رح تنظلم، حياتها وحياة عائلتها بخطر. مش معقول أنت تقبلي هيك وحدة تنظلم. يا مدام، أول شيء قبل ما تجي لعندي كنت قلوا لها أنه تحترم حالها وتحترم زوجها وما تعمل علاقة مع زوجي. يا مدام، أنت أكيد الصورة واصلتك غلط. أنت أعطينا 5 دقائق نشرح لك الموضوع وبعدين أنت قرر اللي بدك إياه. أنت أكثر وحدة بالعالم تعرف جوزها. عفواً، ما قصدي أنا أحكي عن جوزك شيء، الله يرحمه صار بدنية الحق. بس مدام هلأ في لحظة حاسمة لازم تتاخد، لازم تنقال الحقيقة قد ما كانت قاسية. يا مدام، نغم بريئة وأنت وأنا منعرف هالشي. يعني بكلمتين منك بس فيك تحلي لها قصتها، وأنا أكيدة أنك ما رح تقبلي أنت أنه تنظلم، ولا رح يرتاح بالك، ولا رح تقدر تنامي بعد هالنهار، ولا رح يكون ضميرك مرتاح إذا قبلتي بهالشي. طيب وشو المطلوب مني هلا؟ بدنا نحكي كلمتين ثلاثة بس. تفضل. هدوء. محامي الادعاء يتفضل. سيدي القاضي، القضية واضحة تماما. المتهمة نغم سليم لديها طموح جارف لتحقق النجومية والشهرة بأقصر الطرق، وعادة ما يبذل هؤلاء الطماعين الغالي قبل الرخيص، غير آبهين بالقيم والاعتبارات الأخلاقية. سيدي القاضي، أعترض. الإساءة إلى سمعة موكلتي ودون إثبات التهمة عليها لا يفيد القضية بشيء. اعتراضك مقبول، انتبه لكلامك يا أستاذ. سيدي، تحقيق الشهرة دفع المتهمة لأن تتصيد موكل المغدور مازن رحمه الله وتوقعه بشرك غرامها. لقد حقق المغدور بعض رغباتها، إنما فيما يتعلق
في العمل فقط، لكنه كان أنزه وأرفع أن يقارب المسائل الأخلاقية. لحظة، أنا شو اللي جابني لهون؟ يعني شو اللي خلاني سايركن وإجي لهون؟ أول شيء أنا ما حدا طلبني للشهادة، ما بعرف اللي جبتوني لهون. روي مدام، روي، نحنا بحاجتك. مدام كلهم كلمتين بدك تشهدي فيهم أنه جوزك كان نسوانجي، وهيدا الموضوع بالذات بيخدمها كتير لنغم بهذا الموضوع. حلو كتير، طالما انك عم بتقولي انت وياه انه جوزي كان نسوانجي، شو رايكم تروحوا تجيبوا شي حدا من اللي كان عم بخبص معهم؟ انا ما دخلني. يا مدام هذا الكلام ما بيفيدنا. يلي بيفيدنا هو شهادتك، احنا بحاجتها هلا. رجاء ساعدينا. مدام نترجاكي، نغم الله اعلم يمكن تكون حامل، انه بهون عليك تولد بالسجن. شوفي يا مدام انت وياه، لا تورطيني بهالقصص الله يخليكي، أنا ما دخلني. مدام كيف ما دخلك؟ يعني المرحوم جوزك ونغم مرت أخي جوا، بدك تساعدينا؟ ما في حل، رجاء مدام. سيدي القاضي، عندما أراد المغدور أن يستبدل المتهمة بمذيعة أخرى لبرنامجه لما أصبحت تشكله من عبء على مسموعياته كزوج ورجل ملتزم، قامت المتهمة بقتله. والقرص الليزري الذي تم تقديمه إلى محكمتكم الموقرة، والذي يحوي تسجيلاً واضحاً وكاملاً لوقائع الجريمة، إن هو إلا دليل كافي لإدانة المتهمة. شكراً سيدي الرئيس. محامي الدفاع، تفضل. سيدي القاضي، أطلب مهلة لاستكمال الأوراق وتحضير الشهود. سيدي القاضي، أرجو رفض طلب جهة الدفاع. حضرة القاضي إذا بتسمح لنا. سيدي القاضي، نحن بنعتذر على التأخير وعلى دخولنا بهي الطريقة. مين أنتو؟ سيدي القاضي، حازم الخالد يكون قريب المتهم سلفا، والسيدة نايا زوجته، والمدام ميرنا زوجة المنتج مازن. عم افرق طريق بيوقف هالزمان، وين ابتدى وين انتهى؟ كفي بلا رفيق اتعود عالنسيان.